السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله بصحة وان شاء الله ملاح، ان شاء الله دوم الصحة والعافية. في موضوع اليوم راح نشوفوا موضوع كذلك من المواضيع اللي دائما تكرر في زمان فينال ودائما كاينة في سيرفيس بيدياتري نونات. حاولت اني نختصر لكم الموضوع وان شاء الله تفهموه وان شاء الله تدوا المختصر المفيد من هذا الموضوع. اليوم راح نشوفوا كونجكتيفيت. قبل ما نبداو في الموضوع كما دائما نقول لكم ما تنساو الجيم وبارطاج القناة باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. اول حاجة راح تدخل مبرج جيري تهز ورقة والله تلقى المرات السيرفيس يستنى فيك تقول لك عندك اليوم مريض عنده كونجكتيفيت، ماكش راح تبغى تتفرج ولا تقولها ما على باليش معناتها الكونجكتيفيت. اكيد تعود عندك معلومات، ماهوش من النوع اللي لازم تعود عندك معلومات كبيرة، على الاقل اختصار وتعود على بالك واش هو هذا الباثولوجي وكيفاش نعالجوها ولا الرول تاع الرول دو لاتسوانيو في هذه الحالة. اول حاجة ديفينيسيون سيتين انفكسيون كي توش لا كونجكتيف كوزي بار فيروس بكتيري ولا بارازيت ولا ادرجي. كامل نعرفوا بلي كونجكتيفيت تقيس العين، اكيد الكونجكتيفيت هي لانفلاماسيون دو كونجكتيف. كما نعرفوا الكونجكتيف هو الممبران اللي يغطي غشاء العين ولا الغشاء الداخلي للعين. العنصر 2 سين لي سيمبتوم، قادر تكون انيلاترال قادر تكون بيلاترال. انيلاترال معناتها لونفو هذا ولا المريض اللي عنده الكونجكتيفيت قادر تقيسو العين وحده، وبيلاترال ثنائي الانفكسيون معناتها راح تقيس العين اليمنى والعين اليسرى. فكذلك راح نشوف الليسين عندنا روجور دولاي، العين اكيد راح تبان حمراء. راح نخليكم بعض لي فوتو في نهايه الموضوع باش تستفادوا وتعرفوا الباثولوجي هذه. يكون مون كلير ولا بيريرون حيوتك بعض الاحيان حسب الكونجكتيفيت اذا كانت بكتيريان ولا بارازيتير ولا فيروس ولا الرجي حسب نوع الكونجكتيفيت. بعض الاحيان راح تكون سيدا راح يكون كلير شفاف، بعض الاحيان راح يكون بيريرون قيحي. العنصر الثالث ديمونجوزون، راح تكون عندك بعض الحكه في العين. اكيد اي مشكل يصير في العين راح تعود عندك بعض الحكه. بيكوتمون معناتها تنمال، بعض الاحيان يحس الانسان عينه تنمل عليه. هذو بالنسبه لليسين والسيمبتوم. عنصر ثلاثه مود ترانسميسيون، كيفاش راح تنقل الكونجكتيفيت. كونجكتيفيت عندك ثلاثه طرق، ديريكت انديريكت ولا عن طريق الجوتلات. راح يقول لك اذا كنت في السيرفيس يطلب منك واش هي طرق طريقه انتقال الكونجكتيفيت، كيفاش ينتقل من مريض لمريض. ولا اذا كنت في سيرفيس بيدياتري يقول لك كيفاش راح ينتقل من لونفون لواحد اخر. اول حاجه ديريكت توش لي كوربون دولاي بوي توش نوتر اونفون، معناتها الطفل الصغير هذا اذا كان في المصلحه راح يقيس عينه ولا يمس عينه عن طريق الحكه هذيك اللي تحكمه ورايح يقيس بها طفل اخر. اكيد راح تكون معناتها ديريكتومون من لي كوربون اللي تكون في العين المصابه الى العين الصحيحه. الحاجه الثانيه انديريكت لورسك لي زيو دو نوتر بيرسون اون تران كونتاكت افيك ان اوبجي كونتاميني بار لي فيروس ولا كومون موشوار، معنتها لونفون الزوج هذا رايح يمس حاجة من حوايج لونفون اللي عنده كونجونكتيفيت، معنتها لعب باللعبة نتاعو ولا لعب بالمشوار نتاعو. هذاك الطفل المصاب كان يتوشي فيها في العين نتاعو، اكيد راح تهز هذاك الانفكسيون ورايحة تكون في هذاك المشوار. طبيعة الحال لونفو اللي يكون صحيح راح يمسها وراح يحك العين نتاعو. هذه طريقة انديريكت. الطريقة الثالثة دي قوتلات ليترنمو ولا انتو عن طريق الانسان يعطس في القوتلات هذوك ولا تو عن طريق السعلة. هذا هما الثلاثة الطرق ترانسميسيون تاع الكونجكتيفيت. العنصر قبل الاخير تريتمو ماهيش راح تهمنا بزاف خاصة احنا الباراميديكو، نحاولوا ندعو عليها نظرة خفيفة. المهم كامل هو رول دو لاتسوانيو والمود دو ترانسميسيون، هذا هما زوج حوايج اللي يركزوا لكم عليهم في اي اكزام فينال. نعقبوا
تريتمون كونجكتيفيتي اذا كانت بكتيريان فيرال وراجيك، بكتيريان راح تكون كولير انتيبيوتيك، اذا كانت فيرال راح يكون كولير انتيبيوتيك ولا كولير انتيسيبتيك، في بعض الاحيان الارجيك راح تكون تريتمون كونسيرنون حسب طبيعه الالرجي، راح نشوفوا حسب الاعراض لي سيمبتوم اللي كاين وحسب لي كوز اللي جات منهم هذه كونجكتيفيتي. الان نروحوا رول دو ليتسوانيون. الرول دو ليتسوانيون نختصرها لكم باختصار، عندك زوج حوايج المهمه اللي ديرها في كونجكتيفيت. الحاجه الاولى راح تسولاجي دولور، راح تسولاجي سطر اللي كاين في العين المريض. الحاجه الزوجه راح تكتشف ولا راح تشوف واش كاين اعراض ولا واش كاين حوايج راح تزيد بعد كونجكتيفيت، معناتها العين تاع المريض هذا واش راح يصرى ليها مع المداومه نتاعك للعلاج لهذا الطفل، معناتها راح دي بيستي كالكو مالادي ولا كالكو باثولوجي جايه من هذه كونجكتيفيت. روحوا نقراو رول دو لاتسوانيو. الحاجه الاولى بلاسي دي كومبريز فريش اونفيرون 10 مينيت 4-5 فوا بار جور بور سوراجي دولور. الحاجه الاولى قلنا راح تسوراجي المريض نتاعك. الحاجه الاولى الحاجه الزوجه لونفون نو دو با جوي دوغ، الخدمه نتاعك في البيدياتري مثلا ولا في اي سيرفيس ماكش راح تخلي الطفل المصاب راح يبعد ولا يخرج من البلاصه اللي راه يلعب فيها، معناتها ليزولمون. لو بروتي با لو سيرفيت دو لانفو اتان ترا ولا جو، معناتها رايح كذلك ما كاش رايح تخلي الحوايج اللي يستعملها الطفل المصاب بمسها طفل اخ اخر. لافي لي مان افون افيك لو اي صافون لافاج دي مان ان سوا تاع الباراميديكو سوا تاع السوانيو اللي راه يعالج في الطفل، والله السواني لافاج ديما كذلك تاع لونفون يوتيليزي مشوار بروبر شاك فوا. كذلك في كل مره راح تعالج فيها ولا راح تنيطواي للطفل المريض المشوار هذا اللي راح تعالجو به ولا راح تنيطواي له به العين تاعو اكيد راح يكون فيه ليكولمو، هذاك ليكولمو هو اللي راح يكون فيه البارازيت ولا الانفيكسيون، رايح تحاول انك طيشها في بلاصه نظيفه. On a كذلك un rôle capital dans le dépistage et la prévention de nombreuses maladies oculaires. عند الباراميديكو كذلك دور مهم في اكتشاف والله نقولوا استكشاف الامراض القادمه عن الكونجكتيفيت ولا بعد الكونجكتيفيت، وهذا راجع للمراقبه اليوميه للباراميديكو لا سيرفيونس كوتيديان. باختصار تعرف بلي كونجكتيفيتي هي انفلاماسيون دو كونجكتيف، تحتاجو قلت لكم مود دو ترانسميسيون، تحتاجو رول دو لاتسوانيو. في هذو لي فوتو راكم تشوفو الكونجكتيف هي احمرار العين وكذلك راح تشوفوها في لي سيرفيس. وصلنا الان نهاية الموضوع، اي جديد راح يكون في القناة باراميديكال ديزا توب، اي جديد راح يكون مع بروف انكوني. تهلاو لي في رواحكم وسلام.